السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر بوم تك. النهاردة عندنا موقع جديد حلو قوي، مش بقى لاختصار رابط. المرة دي الموقع ده رفع ملفات، بقالنا فترة طويلة قوي ما تكلمناش عن مواقع رفع الملفات. والحلو في مواقع رفع الملفات ان استراتيجيتهم كتيرة وسهلة، ويعني تقدر انك تعملها بسهولة. ولكن النهاردة مش هنشرح اي حاجة غير الموقع، ولكن برضو زي ما قلنا قبل كده الاستراتيجيات بتتجهز يا جدعان عشان نقدر نعمل حاجة ما تخرش المية وتقدر تعمل منها فلوس. تمام، استراتيجياتنا مش هتبقى عادية، وحتى النت ان شاء الله هيتركب يوم 15، فقربنا جدا. وهنبدأ ننزل بقى الحاجات اللي بالصوت والصورة وكده، لان مش عارف انزل فيديو حجمه كبير، انتوا عارفين طبعا صورة النت في مصر يعني. طيب خلينا نعمل ساين اب عشان نشوف بس الموقع ده اسعاره عاملة ازاي والكلام ده كله. فيا جدعان بدون اي مقدمات، الموقع ده بيقدم اسعار احسن من فاي ابلود، اللي انا صراحة بحترم الموقع ده جدا، ولكن زي ما قلت لك يعني الارباح اهم حاجة عندنا. فالموقع ده بيقدم ارباح حلوه جدا جدا، وبيقدم طرق دفع كتيره جدا زي فايل ابلود، ولكن ارباحه اعلى من فايل ابلود. تكتب هنا اليوزر نيم بتاعك، وهنا الايميل بتاعك، وهنا الباسورد، وبتعيد الباسورد، بتحدد هنا وسيله الدفع. لو مش عايز تحددها من هنا ممكن تحددها من جوه، بس انصحك ان تحددها من هنا. زي ما انت شايف كده عندك كل وسائل الدفع اللي انت تتخيلها، عندك من اول فودافون كاش، عندك اورنج ماني، عندك اتصالات فلوس، عندك ايجيبت بوست، عندك كل حاجه ليها علاقه بمصر، وعندك حاجات كتير للعالم العربي كله زي ويسترن يونيون، زي بايزا، زي سكريل، زي بيتكوين، باي بال. طبعا عندك حاجات كتيره جدا يعني تقدر انك تختار منها. تمام، بعد كده تعمل سبمايت، وتعمل طبعا امنيت ريبوت، وكده يكون عندك اكونت في الموقع او كنت عملت حساب. تعمل لوجن بقى عشان نشوف، نخش على الموقع تقول له سبمايت، بعد كده تكتب اليوزر نيم والباسورد. طبعا تمام كده احنا دخلنا على الموقع، نخش على كلمه ميك ماني عشان نشوف اسعار الموقع. تمام يا جدعان، بصوا يا جدعان، الموقع بيدي $7 ليونايتد ستيتس وكندا. $7، $7 دول من اول ايه، من اول واحد بايت، من اول واحد بايت لحد ما لا نهايه. شوف بقى انت هتقدر ترفع ملف لحد كام جيجا بقى براحتك. تمام، في مواقع بقى تقول لك لا، انت عشان تكسب مثلا $7 لكل 1000 تحميله، لا لازم الملف يكون من اول 100 ميجا لحد 1 جيجا او لحد 10 جيجا. تمام، فلا الموقع ده بيقول لك من اول 0 لحد 10 ميجا تقدر تكسب من اول $7 لكل 1000 تحميله. تمام، على يونايتد ستيتس وكندا. طيب عندك $4 لالمانيا وفرنسا والمملكه المتحده. تمام، في فايل ابلود عندك $6 للدول دي كلها كده مع بعض. $6 هو هنا، اه دول $4، ولكن عندك بقى هنا $4 لروسيا واوكرانيا، وعندك $3 لكل الدول التانية. في فايل ابلود $2 لكل الدول العربية، اما هنا $3 لكل الدول العربية، وده كويس جدا. الدولار ده هيفرق معاك على فكرة، لان مثلا تخيل 1000 تحميلة ب $3، يعني انت ممكن تعمل لك 10000 تحميلة ولا حاجة برقم برضو. تمام، ب $30، فده كويس جدا يا جدعان. فزي ما قلت لك الموقع ده ارقامه كويسه، وكمان بتتجدد باستمرار وبتعلى باستمرار، فخليك مع الموقع ده الفتره دي على الاقل يعني لحد ما تشوف كده الدنيا ترسى على ايه في الموقع. لكن زي ما قلت لك موقع لسه جديد واسعاره بتزيد مش بتقل. تمام، ازاي نرفع ملف على الموقع؟ بكل سهوله تخش على كلمه هوم هنا، وبعد كده على طول بتلاقي قدامك هنا طبعا ماي فايلز، دي بتجيب لك الملفات اللي انت رفعتها. لو انت رفعت اي حاجه بتلاقيها هنا، اضغط على كلمه ابلود، بكل سهوله هتلاقي كلمه ابلود قدامك، تحدد الملف اللي انت عايزه بكل سهوله، حدد اي ملف وليكن مثلا الصوره دي. تمام، الصوره دي حجمها 611 كيلو بايت، هتقول له ستارت ابلود. بعد ما يخلص ابلود على طول هتلاقي قدامك اللينك بتاع التحميل. بكل سهوله تاخد اللينك ده وتنشره عندك بقى في اي حته عشان الناس تقدر انها تحمل اللينك. موقع جميل مش مزعج خالص، سهل جدا، تضغط على فري داونلود بكل سهوله، هتنزل تحت هتلاقي الكلمه بتاعت create download link، هتعدي بتاعت امنيت ريبوت دي بكل سهوله، وبعد كده تضغط على create download link. تمام، بعد الكام ثانيه اللي بيعدوا دول. تمام، وبعد كده بتحمل الملف عادي جدا جدا زي كل مواقع التحميلات. تمام، من هنا بس الموضوع بسيط جدا يا جدعان، موقع سهل جدا مش محتاج اي حاجه. هنا طبعا الكونتاكت قصدي لو عايز تكلم صحاب الموقع، عايز تستفسر عن اي حاجه، دفعتك اتاخرت، مع ان الموقع ده بيدفع يوميا، فدفعتك اتاخرت، حصل اي مشكله، اي مشكله مهما كانت، تقدر انك تتكلم مع الموقع، تكتب هنا اسمك، تعمل نوت ريبوت، تكتب الرساله بتاعتك، تكتب الايميل بتاعك وخلاص، وتعمل سند مسج. طبعا هنا في ماي اكونت انت ممكن طبعا تغير هنا الايميل بتاعك، تغير الباسورد بتاعك، تغير وسيله الدفع بتاعتك. هنا طبعا بتختار وسيله الدفع لو انت حابب تغيرها ولا حاجه، تضغط على اللي انت عايزه. وهنا يعني البروفيت مود حاول تعلم عليها اول واحده، انها هتلاقيها كده، حاول تعلم على اول واحده وتعمل سيف سيتنجز. تمام، عايز تسحب فلوس من الموقع ده هتنزل تحت هنا وتعمل، هتلاقي هنا مكتوب بالفلوس بتاعتك اللي معاك، هتضغط على ريكويست باي اوت.
تضغط عليها ضغطه واحده كده هتلاقي هنا كلمه ريكويست باي اوت مفتوحه، اضغط عليها هتلاقي مكتوب هنا الرقم اللي انت هتسحبه وخلاص. هنا الاله مبلغ يعني للدفع $1 بس يا جدعان. هنا طبعا الفلوس هتتكتب لك الفلوس اللي معاك وبس. يعني الموضوع بسيط جدا، الموضوع سهل جدا، مش محتاج اي مشكله، ما فيهوش اي حاجه خالص، موقع سهل، السكريبت بسيط، ما فيهوش اي حاجه. فالناس اللي حابه تشتغل في موقع زي ده، موقع ممتاز جدا، بينافس مواقع كبيره في الاسعار برضو، كويس جدا. اسعار الدول العربيه $3 لكل 1000 تحميله، وده كويس جدا. فهسيب لك رابط التسجيل فيه اسفل الفيديو وبس كده. وانا اسف ان انا زي ما قلت لك ما بظهرش في الشانل النهارده وبكره ويمكن بعده كمان لحد بس ما النت يتظبط، وان شاء الله عشان بس نعرف نرفع ونرفع ملفات حجمها كبير شويه، عشان الفيديوهات حجمها 2 جيجا و1 جيجا وحاجات كده، فصعب جدا ان انا استحمل تنزل على النت ده. بس كده، شكرا عشان شفت الفيديو. يا ريت لو عجبك الفيديو تعمل له شير، يمكن الناس تحتاج الموقع زي ده، وتعمل لايك للفيديو ده عشان نوصل بقى يا جدعان. خلاص بصوا احنا 27000 مشترك و10، انا بشكر جدا كل مشترك في المشتركين دول، كل واحد بس يعني ال10 الاخرى دول بشكرهم جدا، و27000 طبعا الناس المستمره معايا دي بشكرها جدا. وبس كده، سلام.